سمحت شيخ، لنبدأ بهذا الموضوع الذي يعيشه المسلمون. علاقة البشر ببعضهم علاقة معقدة، وقد يطول عمر الإنسان أو يقصر وهو يعجز عن فهم ذلك التعقيد، حتى لا يخيل إليه أنهم لا يمكن أن يكونوا في صف واحد ما دام الواحد منهم يحمل مؤاخذة لأخيه حتى ولو كانت بريئة، فضلا عن الكراهية والعداوة. فما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألف بين أشرس متخاصمين في الجزيرة العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبهذه المناسبة الغالية الرفيعة، مناسبة تجدد ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أهنئ نفسي وأهنئ المستمعين والمستمعات من المسلمين والمسلمات، وأهنئ الأمة الإسلامية أينما كانت بهذا الخير العظيم، داعيا الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المناسبة مرهما لأمراض هذه الأمة، وأن تكون سببا لجمع الكلمة ورأب الصدع وتأليف القلوب وصهر هذه النفوس في بؤتقة الإيمان حتى تكون نفوسا متآخية في ذات الله تعالى. ولا ريب أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يحمل هم هذه الأمة، يحمل هم هدايتها، حتى أنه كان يكاد يبخع نفسه، أي يهلك نفسه مما يحمله بين جوانحه من هذا الهم الذي كان يؤرق ليله ويشغل نهاره، وقد عاتبه الله سبحانه وتعالى شفقة به ورحمة بمقامه العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما قال له: لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ويقول: لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم إيمان الناس واجتماع كلمتهم، لأنه يعلم أنه إذا آمن الناس وقبلوا الحق واستجابوا له وحنوا له ظهورهم وطأطأوا له رؤوسهم، فإنهم بلا ريب سيتحولون من كل شر إلى كل خير، ومن كل بلاء إلى كل عافية، ومن كل تفرق إلى كل اجتماع، فتتآلف قلوبهم ويجتمع شملهم. ومع ذلك كله كان صلى الله عليه وسلم سالكا المسلك الناجح في تأليف هذه القلوب، فقد قضى على كل أسباب النعرات التي تفرق بين الناس وتشتتهم، قضى على ذلك كله من خلال المبادئ التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى، تلك المبادئ التي تجعل الناس يقفون جميعا في صف واحد، لا فرق بين قويهم وضعيفهم، ولا بين عربيهم وعجميهم، ولا بين أبيضهم وأسودهم، ولا بين مالكهم ومملوكهم، ولا بين حاكم ومحكومهم، الكل ينصهرون في بؤتقة واحدة، لا ينظرون إلى الأنساب والأحساب، إذ لا قيمة لها عند الله، فما من أحد يوصل نسبه بالله سبحانه وتعالى، إنما الصلة بالله من خلال حسن العبودية له وحسن العبادة وأداء ما فرض وترك ما نهى، لا بالأنساب والأسباب. وهذا ما جاء به في القرآن الكريم عندما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك صار الناس يتداعون بالإيمان بدلا من أن يكون التداعي بالأنساب والأحساب أو
المفاخر الجاهلية التي كانوا يفاخرون بها من قبل، كل ذلك قضى عليه صلوات الله وسلامه عليه، وجعله في خبر كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يشم أي رائحة تعصب كان يقف موقفا حازما أمام هؤلاء الذين يصدر منهم ذلك، ويقول لهم دعوها فإنها منتنة. هذه الدعوة دعوة جاهلية، ويقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. يعني هذه الدعوة الجاهلية التي تفرق الناس، أشربت الإيمان. هذا الإيمان هو الذي وحد هذه القلوب، هو الذي ألف بين الخصوم، هو الذي جمع بين هذا الشتيت المتناحر الذي كانت سيوفه تقطر دما يفري بعضها جنوب بعض، ولكن الله سبحانه وتعالى ألف، وقد امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة عندما قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعم، إنها إرادة الله، أراد الله تعالى أن يهيئ أمرا جللا، أن يهيئ أمرا جللا في هذه الأرض، يحدث انقلابا في الأفكار، وانقلابا في الأخلاق، وانقلابا في الموازين، وانقلابا في التصورات، وانقلابا في السلوك والمعاملات، حتى تتحول الأمة إلى أمة جديدة، كأنما أنشئت نشأة أخرى بعقول غير عقولها، وأرواح غير أرواحها، وأفكار غير أفكارها، وطبائع غير طبائعها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه القلوب تتقبل الإيمان، وبالإيمان يكون التحول. الإيمان له أثر كبير في تحويل الناس من وضع إلى وضع مناقض له، فلا عجب إن رأينا هذا التحول حدث في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما استطاع أن يتغلب على هذه العقبات الكأداء التي كانت تقف في سبيله وتحول بينه وبين الوصول إلى مبتغاه، استطاع التغلب عليها من خلال هذا الإيمان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الإيمان، كان يجسد أعلى مراتب الإيمان، كيف الله تعالى أكرمه بالنبوة وجعله أبر الناس قلبا، وجعله أرسخ الناس إيمانا، وجعله أفضل الناس أخلاقا. فبجميع هذه الصفات التي يفوق بها الناس جميعا، استطاع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أن يصبر أمام المحن، وأن يتجاوز هذه العقبات الكأداء، وأن يصل بعون الله تعالى إلى مبتغاه. فكانت تلك النقلة العجيبة من النقيض إلى النقيض في حياة الأمة.